على سفح جبل يطل على وادي السليف بولاية عبري تشمخ الحارة التي عرفت بهذا الاسم، تترأى للزائر من بعيد، يحرسها حصن بأسواره المنيعة. فإنما قصدت الحصن الحارة فأنت في حصن السليف وحارتها العريقة، تعود إلى عهد دولة اليعاربة، بناها الإمام سلطان بن سيف اليعربي سنة 1138 هجرية الموافق لسنة 1718 ميلادية. كانت من أبرز مراكز النشاط الاجتماعي والاقتصادي في عبري. حارة السليف قرية متكاملة المرافق، جزء أصيل لا يتجزأ من حصن السليف الكبير، بها مساكن أثرية وجامع مشهور وبئر مياه عذبة تفيض سقيا ونبض حياة. بنيت هذه القلعة في عهد الإمام سلطان بن سيف اليعربي في عام 1711 إلى عام 1718 ميلادي. وبالنسبة لمكونات هذه القلعة فإنها يحيط بها سور كبير. هذا السور عندما يدخل منه الإنسان أول ما يقابله سوق البلدة، سوق بلدة السليف، حيث أن هذا السوق يبدأ نشاطه من بعد صلاة الظهر إلى قرب صلاة المغرب، وتباع فيه معظم المحاصيل الزراعية التي يتم إنتاجها في بلدة سليف والبلدان المجاورة لها، كما تباع فيه أيضا المواشي وغيرها من الأشياء الرئيسية. وعندما يدخل الإنسان ويتعمق بعد ذلك يأتي إلى باب هذه القلعة، وهو الباب الرئيسي الوحيد لها. ثم عندما يدخل من هذا الباب يقابله أربع طرق رئيسية تتفرع عنها طرق فرعية تؤدي إلى المنازل التي أحصتها وزارة التراث والثقافة بما يقارب أكثر من 100 منزل في هذه القلعة. عند دخولك الحارة تستقبلك ساحة فسيحة تقودك إلى البوابة الرئيسة الصباح، حيث المسجد الكبير الأثري، ومنه تتوزع طرقات تؤدي إلى اتجاهات متعددة، حيث البيوت المتوزعة في مجموعات ضمن مساحة الحارة الواسعة، وسلالم حجرية تصعد باتجاه المباني الواقعة أعلى السفح. وهناك يقابلك البرج الأشهر من الأبراج المتوزعة في السور المحيط بالحارة الحصن، برج الريح، الذي يمكن المرابطين فيه من اكتشاف أي جهة في مدى واسع من الصحراء المحيطة بأوديتها وجبالها. تتشكل هذه المنازل بصورة هندسية رائعة غاية في الروعة، حيث أنها تحيط بها مجموعة من الأبراج، أعلاها وأشهرها برج الريح، ثم برج الطوي، وبرج ساعد، وبرج المربعة، وغيرها من الأبراج التي تحيط بهذه المباني. وتتكون داخل هذه المباني، هناك أيضا يوجد مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، كما تؤدى فيه الدروس والمحاضرات. بيوت الحارة مبنية بالحصى واللبن، كثير منها يرتفع لطابقين وأكثر، مسقوفة بجذوع النخيل وأخشاب أخرى. ومبانيها الرئيسة كانت لها عناية خاصة، فكانت بالجص والحصى للمتانة والمقاومة، تظهر عليها فخامة البناء وتفاصيل نقوش متقنة. كذلك بنيت هذه الحارة من المواد الأساسية الأولية، وهي الطين والقص والصاروج والصخور وسعف النخيل وجذوع النخيل. وقد بنيت كما ذكرت على سفح جبل يطل على
البوابة الشرقية لمدخل ولاية عبري. فالقادم إلى ولاية عبري من جهة الشرق سواء كان من مسقط أو من الشرقية عن طريق الداخلية، أول ما يقابله ويشاهده في طريقه هو حارة السليف. والباحث يجد في أنحاء الحارة نقوشاً حفرية وكتابات جدارية وصخرية للأحداث التي عاصرها مؤرخوها. وتحتل هذه الحارة موقعا استراتيجيا، حيث بناها الإمام سلطان بن سيف فوق سفح جبل مرتفع يكشف المناطق المحيطة به، تطل على وادي السليف، هذا الوادي العريق الذي تصب فيه أكثر أودية ولاية عبري، حيث يصب فيه وادي العين ووادي الهجر ووادي البويضة ووادي المنكس وغيرها من الأودية التي تصب في هذا الوادي. وغير بعيد عن السكنة سوق البلدة أسفل القلعة، لا زالت معالمه باقية بتفاصيلها في دلالة على حيوية الحارة وكثرة سكانها. كما أن لهذه الحارة بعدا جغرافيا متميزا، كذلك فإن لها بعدا تاريخيا تأصل في القدم، حيث أنه تخرج من هذه الحارة العديد من العلماء والأدباء والفقهاء والشعراء والقضاة، وأشهر هؤلاء الشيخ عمر بن مسعود بن ساعد المنذري المتوفى عام 1160 هجري، كذلك الشيخ صالح بن عبد الله بن مسعود العزري، والشيخ صالح بن علي بن صالح المنذري، والشيخ بدر بن سالم المنذري الذي اشتهر بالقضاء في ذلك الزمان. حارة السليف تعاقب على سكناها الكثير من العلماء والفقهاء، ومن العلماء البارزين الفقيه والطبيب عمر بن مسعود المنذري، وكتابه المتميز في موضوعه كشف الأسرار المخفية في علم الأجرام السماوية. عنيت وزارة التراث والثقافة بإخراجه وطباعته، عنايتها بترميم الحارة وحصنها ومسجدها الذي أعاد إلى جانب مهم من معالمها الحيوية والبهاء، تفتح أمام الزائر والباحث صفحات من تاريخ ثري برجاله عبق بما عملته أيديهم وأقلامهم. وإذا أتينا إلى النواحي العمرانية والهندسية، يمكن أن نقول بأن هذه الحارة تعد مثالاً أنموذجياً بمفهوم الحارة العمانية، فهي تجمع كل سمات الحارة العمانية القديمة، فالبيوت أو بيوت الأهالي في داخل هذه الحارة هي مبنية بطريقة متقاربة، مما يشير إلى عمق العلاقات بين أهالي هذه الحارة، تلك العلاقات المبنية على التعاون والتكافل والتكاتف فيما بينهم. وكان الفلج في الحارة يمر من داخلها متجها نحو مزارع النخيل، حيث كان الأهالي يعتمدون عليه في كل شؤون حياتهم، في الشرب وفي الزراعة وفي كل مناحي الحياة. كذلك نجد في الحارة بئرا أعده الأهالي احتراسا أو استعدادا لأوقات الشدة. بلدة السليف أو السليف بكسر السين كما هو مشاع عند الأهالي وكما هو متداول، أظن أن هذه التسمية تعود إلى استلاف الماء، وذلك لغزارة الماء الذي كان موجودا في فلج هذه البلدة.
ولكن هذا الموضوع أيضا محتاج إلى المزيد من التحقيق والدراسة، وهذه دعوة مني كذلك إلى الباحثين خصوصا الشباب منهم، إلى أخذ التاريخ الشفهي من الأهالي الذين ما زالوا على قيد الحياة. Thank you.